اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشه الدعوه التي اعلنها مجلس التعاون الخليجي للحوار بين جميع الاطراف اليمنيه، حيث اعلنت ميليشيا الحوثي ترحيبها بالحوار مع دول التحالف بقياده السعوديه شرط ان يكون في دوله محايده غير مشاركه في الحرب. جاء الموقف الرسمي غداة الكشف عن خطط لمجلس التعاون الخليجي لدعوة الأطراف اليمنية إلى إجراء مشاورات تنطلق أواخر الشهر الجاري بمشاركة الحوثيين في الرياض. ونقلت وكالة سبأ التابعة للميليشيا استعداد الجماعة للحوار في أي دولة محايدة وغير مشاركة في الحرب، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، في إشارة لرفض التوجه إلى الرياض. نتوقف في هذه الحلقة عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل تعيد السعودية تنشيط ملف الحرب والسلام من باب مجلس التعاون الخليجي؟ وبالنظر إلى أهدافها ومصالحها، هل يمكن أن تذهب السعودية نحو تسوية تضمن أمنها ولا تضمن مصلحة اليمنيين؟ هذا ما سنطرحه على ضيوف هذه الحلقة. قبل أن نبدأ باستقبال الضيوف، نذهب لمتابعة التقرير التالي. نحو مجلس التعاون الخليجي تتجه السعودية بغية تحريك الملف اليمني العاثر، علها تنجح في خلق مسار نشط بين الأطراف جميعاً التي على ما يبدو ارتاحت لحالة لا حرب ولا سلم، طالما وهي الضامن لبقاء مصالحها. مجلس التعاون بدوره وجه دعوة للأطراف جميعاً بمن فيهم ميليشيا الحوثي للجلوس على طاولة المفاوضات في الرياض. الحوثيون وفي أول رد على هذه الدعوة أعلنوا الموافقة المشروطة بأن تكون اللقاءات في دولة محايدة، وأن يتركز النقاش حول الملف الإنساني وإنهاء الحصار حد تعبيرهم. يسعى الحوثيون أيضا لأن يكون الحوار بينهم وبين السعودية، لا بينهم والشرعية، وهذا السعي هدفه البحث عن اعتراف بهم، وكأنهم بذلك يريدون الدخول من الباب المقفل. فليس من صالح السعودية تجاوز الشرعية، وليس من صلاحيتها أيضا حتى وإن كانت تملك أدوات الضغط والتحكم فيها. تسعى السعودية إلى تخليص نفسها من حبال كثيرة موثوقة على عنقها، ويمكن أن تستخدم للضغط عليها للتنازل في ملفات كثيرة كملفات الطاقة والعلاقات مع الغرب، وكذا النتيجة المرتقبة لمفاوضات الملف النووي الإيراني. هذا المنح قد يجعل السعودية تقبل بأي تسوية في الملف اليمني، الهدف فيها أن تضمن شر الميليشيا حتى وإن كانت لا تضمن مصلحة اليمنيين وإنهاء الاقتتال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم معنا من بيروت الصحفي طالب الحسني. مساء الخير أستاذ طالب، أهلا ومرحبا بك. مساء النور، أهلا وسهلا بك يا بيتي. أهلا. إذا سيد طالب، ميليشيا الحوثي أعلنت موافقتها على الحوار وعلى دعوة مجلس التعاون الخليجي، لكنها قدمت العديد من الاشتراطات. كيف ترى هذا القبول مع وجود اشتراطات؟ هي في الحقيقة لا تقبل، يعني حتى عندما صرحت، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعني، ونشرت أنه سنقبل بالحوار في أي مكان آخر، فهي حقيقة رفضت. نعم، ولكن رفضت ذلك أتى على ذلك. نعم، ولكن ذلك أتى في وكالة الأنباء الرسمية سبأ الخاضعة للجماعة، يعني لا يعتبر ذلك موافقة صريحة من قبلهم على هذه الدعوة؟ بل هو رفض. نعم. نعم أستاذ طالب، هل تسمعني؟ أعود لأذكركم أن هذه الحلقة من المفترض أن نناقش دعوة مجلس التعاون الخليجي لأطراف الصراع في اليمن لإجراء حوار حول الأزمة اليمنية. جاء رد الحوثيين مع عدة اشتراطات للقبول بهذه الدعوة. كنا سنطرح ونناقش هذه الاشتراطات، مدى منطقيتها، هل تعرقل هذه الدعوة أم أنها منطقية، من يعني حيث نقلت وكالة سبأ
الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، قالت أن الجماعة مستعدة للحوار في أي دولة محايدة غير مشاركة في الحرب، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، لا فرق، في إشارة إلى رفضها التوجه إلى الرياض. يعني هي ترفض أن يكون هذا الحوار في الرياض. نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا مشاهدينا. إذن معنا الآن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مرحبا بك دكتور محمد. دكتور محمد، ما رأيك على رد الحوثيين على دعوة مجلس التعاون الخليجي؟ طبعا بعد التحية لك وللمشاهدين، الحوثيون هم طبعا يبحثون عن أي عذر من أجل التملص من اللقاءات. هم قالوا بأنهم لا يريدون أن يتفاوضوا مع من يسمونهم المرتزقة. طيب، مع من كانوا يتفاوضون في جنيف واحد وجنيف اثنين وفي الكويت وفي ستوكهولم، ويتفاوضون حول الأسرى في عمان، يتفاوضون مع التحالف أم مع الحكومة الشرعية؟ يتفاوضون مع السعودية والإمارات أم مع ممثلي الحكومة اليمنية؟ طبعا هذه الحكاية هي يعني حتى عندما كانوا يحضرون إلى المفاوضات في جنيف واحد وجنيف اثنين كانوا يحضرون متلكئين، وكانوا يحضرون متأخرين، حتى أنهم في أول مفاوضات لم يحضروا الافتتاحية التي حضرها أمين عام الأمم المتحدة. ومع ذلك يصرون على أنهم يريدون تفاوضا مباشرا مع السعودية أو مع الإمارات، وهم يعرفون مسبقا بأن ذلك غير ممكن، وبالتالي يجعلون من ذلك ذريعة لأن يرفضوا الحضور للمفاوضات. لماذا؟ لأنهم لا يريدون السلام. لماذا؟ لأن الحرب تخدمهم، لأنهم بنوا إمبراطوريات غازية ونفطية ومن المحروقات وغيرها، والذين في صنعاء يعرفون ذلك، يعرفون من هم الذين كانوا يعني لا يجدون إيجار البيوت الشعبية التي كانوا يسكنون فيها، واليوم يعني أسسوا شركات بمليارات الدولارات أو بمليارات الريالات لنقول. هؤلاء مستفيدون سياسيا ومستفيدون عسكريا ومستفيدون اقتصاديا، وبالتالي السلام ليس من المفردات التي يمكن أن يتحدثوا عنها، وهم أصلا مشروع حرب لأنهم لا يوجدون إلا ذلك. السلام يعني دولة، والدولة تعني رخاء وتعني تنمية وتعني خدمات، وهم لا يوجدون ذلك. يعني ما الذي قدموه للمناطق التي دخلوها منذ أن بل السؤال الجوهري، منذ أن ظهر الحوثيون في 2004 وحتى هذه اللحظة، هل كنا في اليمن قبل أن يظهروا أفضل حالا أم بعد ظهورهم ومعهم؟ بطبيعة الحال الجواب معروف، يعرفه أي يمني بسيط، ناهيك عن يعني من يتابعون الأوضاع السياسية في البلاد. بالمجمل هم أصلا لن يحضروا لهذه المباحثات، وأنا في تصوري أنه إذا لم يحضروا مثل هذه المفاوضات أو المباحثات أو المشاورات، سميها ما شئت، فإن هذه المشاورات ينبغي أن تستغل من أجل تنقية وتقوية روابط الشرعية، ويعني العمل على تقوية هذه المكونات داخل هذه المنظومة الشرعية، من أجل يعني
لنقل نتحدث عن اتفاق الرياض، نتحدث عن بعض الإشكالات فيما يخص الجيش، نتحدث عن بعض إشكالات المكونات السياسية، لتكون هذه فرصة إن لم يحضر الحوثيون وهم لن يحضرون فلا أقل من أن نخرج من هذه المشاورات بتقوية الصف الشرعي وتحديد المسار وتحديد الأهداف وإعادة التركيز على أهداف المعركة الحقيقية، الأهداف المعلنة وهي استعادة الشرعية وعودة الشرعية للبلاد، ومناقشة الإخفاقات، مناقشة أسباب عدم اكتمال الأهداف وعدم التوصل لهذه الأهداف. ينبغي أن تكون المناقشات شفافة. أما الحوثيون فهم في الأصل لن يحضرون. نعم، أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، بعد 7 سنوات من الأزمة اليمنية والدخول بالخط مباشرة مجلس الأمن، الدول الكبرى، العالم بأجمع، تعود السعودية إلى دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، كيف يمكن فهم هذا التحول؟ وفي أنا يعني رأيي الشخصي في حقيقة الأمر أن حل المشكل في اليمن هو حل يمني، لأن اليمنيين يعرفون بعضهم ويعرفون كيف يتخلصون من المشاكل ويعرفون أيضا طريقة التعامل مع هذه القضايا لأنها قضايا يمنية والحل يمني إذا كانت المشكلة أو بما أن المشكلة يمنية. فإذا عدم أن يكون هذا الحل يمنيا خالصا فلا أقل من أن توسع دائرة الخريطة ليشمل الإقليم، لكن أن يخرج إلى المدى الدولي فأنا أعتقد أن هذه هي المتاهة التي دخلنا فيها. يعني لو أخذنا مثالا المبادرة الخليجية التي أخرجت البلاد من أحداث 2011 ووصلنا إلى الحوار الوطني، رغم أن الحوثي بعد أن دخل صنعاء قلب الطاولة على الجميع وعدنا إلى المربع الأول، لكن المبادرة الخليجية كانت نجاحا نسبيا. يعني هدأت الشوارع، هدأت حركة الاحتجاجات، شكلت حكومة، دخلنا في حوار وطني استمر لمدة عام. نعم، ولكن الحوثيين ليسوا علي عبد الله صالح. أنا أريد أن أقول بأن الحل عندما يكون محليا فهو الحل الصحيح، فإذا يعني استعصى الحل أن يكون محليا فلا أقل من أن يكون عربيا لأن العربي يفهم العربي. لكن مشكلتنا الآن في مبعوث دولي أو المبعوثين الدوليين الذين يأتون إلى اليمن أو يأتون إلى هذا المجتمع وإلى هذه الإشكالية، إشكالية الحرب، بمثاليات لا يمكن أبدا أن تطبق على المجتمع اليمني. بمعنى أن عندما تأتي بمبعوث دولي من سياق حضاري مختلف ولا يفهم طبيعة تفكير اليمنيين، ولا يفهم طبيعة مشاكل اليمنيين، ولا يفهم طبيعة الحلول، ولا يفهم أيضا التركيبة الاجتماعية والقبلية والسياسية بشكل عميق، يصعب أن يجترح هذا المسؤول الدولي القادم من هذه الدولة الغربية أو تلك، يصعب أن يجترح الحل. لماذا؟ ليس لأنه فاشلا أو لأنه فاشل، بل لأنه بعيد عن روح المجتمع ولا يمكن أبدا أن يتفهم طبيعة المشكلة، وبالتالي لا يستطيع أن يجترح الحل الصحيح. على سبيل المثال، يعني عندما يجتمع المبعوث الدولي ببعض النشطاء بين الحين والآخر أو بشكل دوري ببعض الناشطات، يعني الحركة النسوية على سبيل المثال في دولة مثل السويد، في دولة مثل بريطانيا، مثل فرنسا، حركة قوية يمكن أن تؤثر ويمكن أن تؤدي إلى تغيير حكومة. لكن في اليمن الحركة النسوية مع كامل الاعتبار لرموز هذه الحركة ولتياراتها يعني أخواتنا في هذه الحركة، لكنها حركة ضعيفة لا يمكن أن تؤثر في مسار الأحداث. نعم، سأعود إليك دكتور جميح. عاد معي. هؤلاء لم يحضروا إلى مائدة مفاوضات حقيقية. نعم، أعتذر على المقاطعة دكتور جميح، ولكن عاد معي السيد طالب الحسني. سيد طالب، كنا نتحدث عن ما جاء في وكالة الأنباء سبا التابعة لجماعة الحوثيين. ما ورد في الوكالة كان موافقة مبدئية على دعوة مجلس التعاون الخليجي ولكن مع اشتراطات. هل نعتبر هذه موافقة رسمية على دعوة المجلس؟ ليست موافقة رسمية، هو رفض رسمي، لأن المضمون يقول نحن لا نرفض الحوار ولكن يجب أن نتحاور في مكان آخر غير السعودية ومع السعودية وليس تحت رعاية السعودية. يعني هذا هو مضمون التصنيف، ثم أن يأتي من مصدر في الخارجية وغير معروف هذا المصدر حتى لو كان في الوكالة، هو نوع من التهميش للدعوة ونوع من الرد عليها بطريقة غير المباشرة، أنه لن نذهب لحوار لديكم. وهي ليست الاشتراطات، لأن ما دعوة أساسا فيها كثير
السعوديه في العدوان على اليمن، وفيها توصيف خاطئ لمفهوم الحرب في اليمن. صنعاء حتى الان يعني، وانا ربما اقرر هذا دائما، انه لن احاور مع اطراف داخليه تحت رعايه السعوديه قبل ان تتحاور مع السعوديه والولايات المتحده الامريكيه كاطراف رئيسيين في الحرب. عندما يتم التوصل الى اتفاق مع السعوديه ومع الولايات المتحده الامريكيه لايقاف الحرب ورفع الحصار على اليمن، وهذا الذي يتكرر دائما، يمكن ان يكون هناك حوارا يمنيا، ولكن ليس بالطريقه التي تتكرر من ايران. اخ سميح هو يتحدث عن باي طريقه اذا؟ أستاذ طالب، إذن بأي طريقة يريد الحوثي الحوار؟ إذا توصل صنعاء إلى اتفاق مع السعودية على وقف الحرب وسحب القوات الخارجية من جنوب اليمن ورفع الحصار وأدوانها على اليمن، هناك حوار يمنيا تحت رعاية الأمم المتحدة. في المقابل في المقابل هل الحوثيون مستعدون لسحب عناصرهم من تعز ومن المناطق المحافظات اليمنية التي يسيطرون عليها منذ 7 سنوات إن سحبت السعودية عناصرها والإمارات كما تقول؟ ليسوا يعني الحوثيين ليسوا من الامارات ولا من السعوديه، الحوثيين من الجنوب اليمني العاصمه صنعاء، ولم يتواجد في تعز هم من ابناء تعز، وكذلك من سيتواجد في المستقبل في المحافظات الجنوبيه هم بلاد المحافظه. ابناء المحافظه على سبيل المثال محافظه تعز، ما الذي ذهب بالحوثيين لمحافظه تعز لمحاصرتها لسبع سنوات؟ تعز يمنيه تعز يمنية وهم رحال وهم وشركائهم هم السلطة الحاكمة الآن، والحرب إسلام، ونحن نؤمن بهذه الثورة التي موجودة ونؤمن بشرعية الدولة في اليمن. نعم الإقليم لا يعترف بها والمجتمع الدولي لا يعترف بها، ولكن سنصل إلى أن يعترف بها، وليس شرطا أن يعترف بها من الآن، لأنه هي حالة جديدة ولا يريد أن يتقبل التغيير في اليمن. نعلم التوجهات الإقليمية والدولية، ونعلم المستقبل كيف سيكون، ونعلم أن هذه الحرب وصلت إلى طريق مسدود، ونعلم أن الأطراف التي تسمى داخلية هي تحتاج باستمرار إلى التحارب، لا تستطيع أن تقف وتحارب في مفردها، وهذه نتيجة تؤدي إلى أنه لا يمكن أن تقدم تنازلات على سبيل المثال، أن يكون من هذه التنازلات الذهاب للحوار مجددا تحت رعاية السعودية. أساسا لم تؤيد هذه الثورة بتأييد شعبي وقبلي وبعض السياسي، حتى لا أقول كل السياسي كل الأحزاب السياسية، إلا لأنه هناك مبدأ ثابت أن هناك تدخل خارجي متحكم في مصير اليمن، والمبادرة الخليجية كانت شكل سابق من أشكال هذا التدخل، ومحاولة تركيب نظام جديد بعد المبادرة الخليجية، نظام خاص للسعودية، وأكثر من ذلك محاولة تغيير شكل الدولة اليمنية والذهاب باليمن إلى الأقاليم والدولة الاتحادية. إذا كان هذا رأيك في المبادرة الخليجية، ماذا عن اتفاق السلم والشراكة الذي كان برعاية جمال بن عمر مع الحوثيين في بداية الأزمة؟ أستاذ طالب، من انقلب عليه وهادي ومجموعته وخالد البحار، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. إذن أشكرك أستاذ طالب، أشكرك لأنك كنت معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. أنا مضطرة لإنهاء المكالمة لأننا لم يتبقى لدينا وقت، وأيضا المكالمة سيئة. عودة أخيرة إليك دكتور محمد، وباختصار يعني من خلال حديثك أنت متفائل بتحركات مجلس التعاون الخليجي، وعلى العكس من ذلك غير متفائل بتعاون وانخراط الحوثيين. هل يمكن أن ينجح مجلس التعاون بما لم ينجح به مجلس الأمن الدولي؟ هل يمكن أن يقنع الحوثيين بطريقة ما للانخراط في الحوار والحضور؟ أنا أقول أن الحل كلما كان جغرافيا أقرب إلى اليمن كلما كان أنجح.
يعني لم ندخل في المتاهة إلا بعد أن دولت المسألة اليمنية ودخلنا في متاهة الأمم المتحدة، وكانت المبادرة الخليجية جيدة في محتواها، وبعد ذلك دولت في الآلية التنفيذية التي وإن كانت يعني هناك بعض الملاحظات عليها، لكنها في الأخير يعني سمحت الحوثيين بالدخول مسلحين إلى الحوار الوطني. لكن أنا أقول بشكل واضح بأن الحوثيين هم لن يحضروا، وحكاية أنهم لن يحضروا ولن يتفاوضوا مع من يسمونهم المرتزقة هذه كذبة كذبوها على أنفسهم، لأنهم يتفاوضون طول هذه السنوات مع الحكومة اليمنية ومع وفدها المفاوض في كل جولات الحوار السابقة من جنيف إلى الكويت إلى ستوكهولم إلى عمان إلى حتى الحديدة، وهم يتفاوضون مع ممثلي الحكومة اليمنية. بالنسبة لي مسألة أنهم سيتفاوضون يريدون التفاوض مع السعودية وأمريكا، يعني هذا نوع من محاولات الحوثيين أن يكبروا وأن يضخموا من أنفسهم. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشاكل في شرق آسيا ولديها مشاكل في أوكرانيا، ولم تتفاوض مع الروس على أوكرانيا حتى تأتي بالتفاوض مع الحوثيين على موضوع داخلي يمني تعتبر الحرب اليمنية منسية بالنسبة للعالم الخارجي، وإنما هو ذلك الخطاب هو الخطاب الذي يقول الحوثيون من أجل الاستهلاك الداخلي من أجل خديعة الناس، لأنهم ها هم يتفاوضون مع الأمريكان وهم ندا لند مع الأمريكان ومع السعوديين ومع الشيطان الأكبر كما تقول إيران. أنا في تصوري أننا لن نستطيع أن نصل إلى حل إلا بعد أن ننزع عن أنفسنا هذه الشعارات الجوفاء التي أصلا يعرف اليمني العادي بأنها شعارات خطابية ليست لا تمت بصلة لأرض الواقع ولن تتحقق. إذا أراد الحوثيون السلام فإن السلام يكون بالحوار مع اليمنيين، أما أن يكون حوارا على ما كان في موزمبيق فهذا ما يريده الحوثيون، أن يكون نتحاور على كيف ننفذ برنامج عمل الحوثيين في صنعاء، لا نتحاور على كمكونات سياسية على كيفية يعني تقريب وجهات النظر بين رؤى مختلفة، ولكن كيف يمكن أن ننفذ برنامج عمل معد سلفا ونحن شركاء في هذا البرنامج الذي أعده الحوثيون. هذا هو مفهوم الحوثيين للشراكة، وهذا هو مفهوم الحوثيين للحوار ومفهومهم للمفاوضات. وحتى اتفاق سلم الشراكة الذي يعني جاء مفصلا كما يريدون رفضوا في الأخير التوقيع الملحق الأمني، عندما قال ضيفك بأن هادي وجماعته هم الذين رفضوا التوقيع على الملحق الأمني الذي يقضي بسحب ميليشيات الحوثيين من صنعاء إلى خارج المدن. لم يفعلوا بذلك ولم يقوموا، بل إنهم عدا عن ذلك اسألي المؤتمر الشعبي العام شريكهم في صنعاء. نعم. اتفاقهم مع المؤتمر كان على أساس أن يرأس المجلس السياسي الأعلى الذي شكلوه يعني بالتداول بين المؤتمر الشعبي العام وبينهم. من الذي يرأسه منذ أن تأسس حتى هذه اللحظة؟ هل المؤتمر الشعبي العام نصيب؟ هؤلاء لا يفون ولا ويتعاهدون وينكثون عهودهم وهم معروفون، لذلك لا يعول عليهم حتى ولو حضروا إلى هذه المشاورات المزمع عقدها فإنهم لن ينفذوا ما سوف يتم التوافق عليه، لأنهم يعني وهذه هي الإشكالية الكبرى أنهم دخلوا صنعاء انقلبوا على مؤتمر الحوار الوطني وانقلبوا على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته. بماذا؟ باسم هذه المخرجات، هم دخلوا صنعاء باسم تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي انقلبوا عليها. هذا الخطاب الملتبس وهذا الخطاب المتلون لن ينفع الحوثيين، لأن الناس يعرفون والمجتمع الدولي يعرف، والصورة التي كانوا صدروها للعالم بأنهم حزب الخضر الألماني وأحزاب سلام أوروبية هذه الصورة بدأت تتلاشى، يظهر الوجه القبيح لهذه الجماعة. والاتحاد الأوروبي أعلن عن تطبيقه لقرار مجلس الأمن الأخير بأن الحوثيين يتصرفون تصرفات إرهابية وأنهم يتصفون بمواصفات إرهابية، والأمريكان يعني عرفوا حقيقتهم، والرأي العام الدولي بدأ يتغير، وهم لا يزالون يعزفون على نفس المعزوفة الأولى العدوان والصمود وأمريكا وإسرائيل والشيطان. شكرا جزيلا. هذا ولن ينفعنا إلا حوار جاد حقيقي من أجل وقف معاناة اليمنيين والخروج بالناس وبالوطن، إن كان لهذا الوطن من أمل وهو موجود إن شاء الله، الخروج به إلى بر الأمان. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وأشكر زميلي معد ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.